مصطفى حجازي إجراء اتصالات هاتفية بعدد من قيادات جبهة الإنقاذ بشأن الدستور. وأكد حجازي أنه لم يدعو قيادات الجبهة لاجتماع مع الرئاسة للتشاور حول ملاحظاتهم على الدستور. قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن هناك خطة موضوعة بكل دقة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى تأمين الطرق المؤدية للجان التصويت والتعامل بكل حزم مع أي أعمال شغب تحاول إفساد العرس الديمقراطي المصري. أشار إبراهيم أثناء زيارته لمحافظة أسيوط إلى أن الداخلية تمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة من السيطرة الأمنية الكاملة على سيناء، لافتا إلى أنه يتم حاليا بكل قوة تتبع فلول الإرهاب والعناصر التكفيرية، وأنه تم إلقاء القبض على نسبة كبيرة من هذه العناصر وجاري استكمال تطهير سيناء. يأتي ذلك فيما أكد رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نغاتو أن جميع الهيئات القضائية تحترم الأوضاع والاختصاصات في وثيقة مشروع الدستور طالما أنها صدرت بالفعل وفي انتظار استفتاء الشعب عليها. أشدد في تصريحات خاصة للنيل على العلاقة الطيبة التي تربط بين كافة الهيئات القضائية في مصر. وحتى لو حدث خلاف في الرأي بين الهيئات القضائية في توزيع الاختصاصات فده لا يؤثر في حسن العلاقة بينها، وإن احنا بنحاول شأننا شأن سائر الهيئات القضائية في لم الشمل وفي التوافق. وطالما صدرت وثيقة مشروع الدستور بأوضاع معينة وتوزيع معين للاختصاصات فالكل يحترمها ومطروحة للاستفتاء على الشعب ليقول بنعم أو بلا، ده اختيار الشعب، لكننا نحترم كافة الإجراءات القانونية والدستورية التي اتبعت ونحترم زملائنا في سائر الهيئات القضائية وعلى الأخص في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وطبعا في القضاء العادي، وكل ده يعني يتم في تآلف وحب وتقدير واعتزاز كامل. من جانبه أكد المستشار عناني عبد العزيز أن مجلس الدولة هو الداعم الأول للقضاء الإداري والقضاء التأديبي، وأوضح عناني أن الاستقالة التي سبق أن تقدم بها ليس لها علاقة بالعمل العام بل جاءت بسبب تدهور حالتها الصحية. أولا الاستقالة لا شأن لها بالعمل العام، أنا أحسست أن أنا مرهق ومش عارف أتعالج ورحت المستشفى ومشيت لأني ما عنديش وقت أقعد في المستشفى، فهذا لم يكن له أي علاقة بأي شيء. وأعتقد أن مجرد إبداء رأي أو اختلاف في رأي إطلاقا لا أثر له لا من قريب ولا من بعيد على علاقة مكن فيها للمجلس وقياداته كل الاحترام، وهذا كلام ليس كلام سياسي إنما واقعي وحقيقي. مجلس الدولة هو الداعم الأول للقضاء الإداري في مصر والقضاء التأديبي أيضا، ومنه خرجت كل مبادئ التأديب. مجرد أن يكون هناك مقترح لا أنا أملك ولا المجلس إنما هي السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية رفضت وقضي الأمر وانتهى وأصبح من الماضي. بالنسبة للتوافق، فادت الأوساط الطبية والشعبية حالة من الترحيب بالمادة 18 من مشروع الدستور الجديد والخاصة بالرعاية الصحية. هذا ويرى عدد من القانونيين أن المادة تلزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية لجميع المصريين دون أي تمييز. بترحاب كبير استقبلت أوساط طبية وشعبية مصرية ما جاء بالمادة الخاصة بالرعاية الصحية في مشروع الدستور الجديد. وتنص المادة التي تحمل الرقم 18 على أحقية كل مواطن في رعاية صحية متكاملة مع إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي على الإنفاق الحكومي للصحة، وأيضا بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، وهي مادة لها ما تعنيه وفقا لقانونيين. يجب على أي مواطن مصري أصيب بحالة مرضية مفاجئة، حالة أي إصابة ما في حوادث الطريق، أنه هو يحق لي دخول أي مستشفى أيا كانت سواء حكومية أو خاصة درجة أولى درجة تانية، في حالة امتناع المستشفى عن قبول المريض ده فعل مؤسم عليه.
في الشارع ترحب شريحة كبيرة بما جاء بالمادة المتعلقة بالرعاية الصحية في مشروع الدستور، على أساس أنها أكدت التزام الدولة بتوفيرها. كلام جميل، بس المهم التنفيذ مش الكلام. الشعب المصري في النهارده اكتر من 20% منه مرضى الكبد الوبائي، 10% الضغط، السكر، كل الامراض النهارده متستوطنه في الشعب المصري. فطبعا التنفيذ 3% اقل، بس الماده مش مجال الدستور، يبقى مجال القانون مش الدستور. المادة دي 10/10، لان بالدستور هقدر اقول الدستور قال كده يبقى انا حقي كذا. ترحيب نعم، لكن مع اصرار في الوقت عينه على اهمية تفعيل هذه المادة على ارض الواقع فور اقرار الدستور، وان تظل حبرا على ورق. محمود الصياد، النيل. قررت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إقالة الدكتور يوسف القرضاوي من عضوية الهيئة، وأوضح بيان للأزهر أن التصويت على إقالة القرضاوي تم بدون مشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس الهيئة، وتنحية عن رئاسة الجلسة التي قامت بأعمال التصويت. وكان شيخ الأزهر قد رأس اجتماع الهيئة قبل التصويت على موضوع القرضاوي، وناقش الاجتماع استكمال عضوية الهيئة وإحالة ملف ترشيحات انضمام أعضاء جدد للجنة خماسية لبحث الملفات، كما ناقش تطورات الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد. أكد وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد أن ظاهرة الفساد تبطئ عجلة التنمية الاقتصادية وتنفر رأس المال وتقوض الديمقراطية، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل حصار الفساد والقضاء عليه. جاءت تصريحات وزير العدل خلال الاحتفالية التي عقدت بمناسبة بدء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد. إن كانت دول العالم لا تخلو من الفساد، إلا أن النسب تبقى متفاوتة في انتشار هذه الظاهرة. ويعطي الترتيب الحالي لمصر في المرتبة 114 في مؤشر الفساد العالمي، يعطي مؤشرات على استمرار وتفشي هذه الظاهرة داخل الدولة. مكافحة الفساد تعتبر أحد أهم الوسائل لعملية الضبط الاجتماعي في المجتمع، وتساعد طبعا محاربة الفساد على ليها تأثير مباشر على الإنتاج وعلى قضية التنمية. طبعا وزارة العدل بتطلع بدور مهم في مكافحة الفساد من خلال إصدار العديد من التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، زي قانون تضارب المصالح وقانون في تعديل مشروع قانون العقوبات برشوة الموظف الدولي، وكذلك حماية الشهود والمبلغين. وبحسب المراقبين فإن ظاهرة الفساد تتطلب توافر الإرادة السياسية وصدور تشريعات فاعلة وتأسيس مسارات غير جنائية لاسترداد الأموال المهربة. الأموال المهربة هي مشكلة في أي دولة من دول العالم لصعوبة استردادها والحصول عليها، ولكن احنا عندنا جهود مكثفة من وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، بنعمل جاهدين على استرداد هذه الأموال، وإن شاء الله بإذن الله هذه الجهود ستسفر عن استرداد جزء كبير من الأموال التي تم تهريبها بناء على الفساد اللي كان موجود قبل ثورة 25 يناير. كما يدعو البعض أيضا إلى أهمية تعزيز سلطة القضاء وتقوية دور البرلمان المرتقب وتطوير الأجهزة الرقابية وتضافر جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والإعلام في رصد الفساد. الفساد ظاهرة عالمية وموجودة في العالم كله، وصحيح أن مصر مرت بفترة حصل فيها فساد، إنما أنا أقدر أقول أن معالجة الفساد في مصر القوانين القائمة قادرة على معالجة الفساد. بندعو الحكومة أو الدولة المصرية لوجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، إن هو دي أول خطوة لمكافحة الفساد بجد وبطريقة محترفة. يعني الجهود المبذولة تشكر، والجهود المبذولة كتير والتحيات كبيرة جدا في مصر، ولكن عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة بمشاركة المجتمع المدني المصري ده بيؤخرنا كتير. ولعل انتشار الفساد والاستيلاء على أموال الشعب كانت من بين الدوافع الرئيسية لثورة 25 يناير. الفساد مشكلة لا زالت تبحث عن حل بعد أن تغلغلت في الكثير من مؤسسات الدولة، مشكلة تحتاج إلى تفعيل القوانين والرقابة من أجل تحقيق العدالة وإعلاء مبادئ الثورة. محمد شعبان، النيل. سلمت قبيلة المعدة وأهالي منطقة النجيل المخابرات الحربية في مطروح عدد 26 صاروخ أرض من طراز جراد و350 قطعة سلاح متنوع.
من جانبه أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي أكد على تسارع قبائل المنطقة الغربية للاستجابة لمبادرة القائد العام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لتسليم الأسلحة غير المرخصة والتي أعلنها خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الغربية العسكرية مؤخرا. أعلنت وزارة الصحة إصابة 23 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى المدارس بالطريق الدائري اتجاه التجمع مؤكدة عدم وقوع أي وفيات جراء الحادث. وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين الكدمات والجروح والاشتباه في وجود كسور مبينة وجود 7 حالات حرجة في العناية المركزة. وقع الحادث بعد أن انحرفت سيارة باتجاه الحافلة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في أيدي قائد الحافلة وانقلابها. ومعي الآن عبر الهاتف سيادة اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية. ألو سيادة اللواء. برحب بحضرتك سيادة اللواء. النهاردة كان في حادث وقع لسيارة في محافظة الغربية، تفاصيل الحادث وما وقع. مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. هو اللي حصل ان كان في سيارة فنطاس كبيرة محملة بالبنزين والسولر، واعلى كوبري اسمه الدلجمون دايرك مركز كفر الزيات، وللسرعة الشديدة اختلت عجلة القيادة من السائق وانقلب اعلى الكوبري، مما ادى الى انسكاب السولر والبنزين اعلى الكوبري، ومن اثر الاصطدام حصلت شراره ادت الى اشتعال النظام السائل. حدث اصطدام بعد كده في سياره ميكروباص كانت واقفه وتفتك، النظام اشتعلت فيهم الاثنين واحترقوا تماما. نتج عن ذلك وفاه الله يرحمهم 14 مواطن ومواطنه، امكن تحديد شخصيات 15 لقوا حتفهم. احنا عندنا حتى الان البيان ب 14 ولسه احنا بنشوف الباقي فيه. نعم حتى الان البيانات السليمه اللي عندنا 14. طيب هل هناك اصابات ام للاسف حالات وفاه فقط؟ لا، في عندنا حتى الان في 2 مصابين تم تحديدهم، فجاري تحديد باقي الاصابات المحرك المستشفيات الاخرى، منهم رقيب شرطه كان موجود ايضا في السياره الميكروباص. طيب هل من تلفيات حدثت في الطريق او على اعلى الكوبري؟ طبعا حصلت في مكان وقوع الحادث. طبعا حصلت تلفيات في الكوبري يتم حصرها طبعا، بس عقب رفع السيارات بيتم الان رفع السيارات عقب معاينه النيابه، وتم تحويل المرور الى طرق فرعيه، وتم وضع كمية من الرمال أعلى الكوبري لمنع الاشتعال مرة أخرى، ويتم هدوء الحالة حتى الآن. لكن حتى الآن الطريق مغلق ومحول إلى طرق فرعية. مغلق طبعاً، مغلق. نعم أشكرك. النيابة انتقلت وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد هوية المتوفيين المجهولين والأدلة الجنائية لمعرفة توفية القتلى. أشكرك سيادة اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية. يواصل خبراء دول حوض النيل الشرقية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم اليوم لبحث الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول تشكيل لجنة دولية لبحث أضرار سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، وذلك بعد جولة من المفاوضات بين الدول الثلاثة حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد دون التوصل لأي اتفاق.
وتناقش الوفود المشاركة برئاسة وزراء الدول الثلاثة النتائج التي خلصت إليها اللجان، على أن يستكمل الوزراء المباحثات حول النقاط العالقة ومحاولة التقريب بين الأطراف وخاصة البنود التي تحظى بتوافق نسبي، ويتم تأجيل مناقشة بعض النقاط الخلافية الأخرى في موعد لاحق.